أخبار اليوم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخ أخبار اليوم مع الشيف نيفين عباس وحلويات رمضان. أهلا بكم، أنا الشيف نيفين عباس. النهاردة إن شاء الله نعمل لكم صينية الكنافة بالكاستر. عندنا المكونات، عندنا هنا كمية من الكنافة المفرومة ناعم ومتغلفة كلها بالسمنة، وكمية من الكاستر اللي انا قلت لكم في الحلقات السابقة قبل كده ان احنا بنعمل منه كمية ونشيلها في الفريزر، وعندنا سمنة والصينية اللي هنعمل بيها. هنيجي للطريقة. اول حاجة هندهن الصينية هنا بالسمنة بالشكل ده كده، نغطيها كلها سمنة. بعدين هنجيب الكنافة نحط طبقة منها كده في الصينية، نغطيها كده كلها، ما نسيبش حتت عريانة في الصينية منها. ونضغط شوية كده بإيدينا عليها نسويها كلها كده. الشكل ده كده. هنجيب بقى الكاستر هنحطه في النص ونبعد عن الحروف. نحطه كده. الشكل ده. وهنغطي بطبقة تانية من الكنافة، بس الطبقة دي مش هنضغط قوي عليها، على خفيف علشان الكاستر ما يخرجش منها. كده نتأكد ان احنا بس مغطينا كلها كويس، ما يبقاش في حتت باينه من الكاستر عشان ما يتحرقش في النار. هنضغط بقى ايه ضغطه خفيفه كده بحيث ان احنا بس ايه نسويها. اي حتة فيها كاستر عريان كده تغطيها على طول. الشكل ده كده. هدخلها الفرن على الرف الاوسط على حرارة متوسطة لحد ما يبقى وشها ذهبي، يعني حسب الفرن بتاعك ممكن تاخد حوالي 25 ل 30 دقيقة. هدخلها اول ما تطلع نسقيها بالشربات اللي احنا عاملينه قبل كده، واسيبها تبرد في التلاجة واوريكي شكلها بيعمل ازاي. هي الكنافة ام كاستر طلعت من الفرن وهي لسه سخنة كده، نسقيها بالشربات على طول. حط شوية كده. نسقيها كده بالشربات. نتأكد ان احنا سقينا الحروف كلها. طبعا دي ما تتقطعش دلوقتي خالص، لازم برضو تبرد شوية عشان نعرف نقطعها. هنسيبها تشرب الشربات ده على منها كده، وبعدين هحطها في التلاجة لحد ما تبرد خالص عشان الكاستر جوه يتماسك، واطلعها واقطعها واوريكي هتبقى عاملة ازاي.
ودي اهي الكنافه المكستر برضو بعد ما بردت طلعتها من الثلاجه. انا بس هقطعها عشان اوريكم من جوه عامله ازاي. اهي هنطلع منها حته كده بالشكل ده اهي من جوه كده، في الطبق تتقدم ده اهو شكل لو باين شكل الكاستر من جوه، ودي اهي وتتقدم. والف هنا وشكرا. في حلقه النهارده عجبتكم واشوفكم ان شاء الله بكره.